مشاهدينا الأعزاء، المملكة العربية السعودية دولتنا الحبيبة لا زالت يعني طبعا إذا تكلمنا عنها بموجب الأرقام، لا زال النساء السعوديات هم من أكثر النساء استخداما لمستحضرات التجميل، ويعني الكثير من التحذيرات وردت عن ما يتعلق باستخدام مستحضرات التجميل على الصحة وعلى البشرة، وكذلك عن بعض المستحضرات التي تسبب العقم والأمراض مثل السرطان، عافانا الله وإياكم وكفانا الله شرور الأمراض. بعد التقرير رح نتكلم بشكل أكبر عن هذه المخاطر، لأنه فعلا القضية هذه شائكة ويجب أن نتحدث عنها بكل شفافية ووضوح، بس بعد التقرير. تزايدت التحذيرات من مخاطر استخدام مستحضرات التجميل على الصحة، والتي تبدأ من ضعف الخصوبة إلى البلوغ المبكر وصولا إلى السرطان، لكن ذلك لم يؤثر في علاقة السعوديات بهذه المستحضرات، والتي قدر حجم استهلاكها في العام 2013 بحوالي 11 بليون ريال، فيما كانت 5 بلايين ريال في العام 2005. وتغص الأسواق السعودية بكميات هائلة من مستحضرات التجميل التي بلغ إنفاق السعوديات عليها النصيب الأكبر من دخلهن، وأصبح استخدامها شبه يوميا بعدما كان مقتصرا على المناسبات، حتى أن سيدات يستخدمنها دون الأخذ في الاعتبار الجانب الصحي. وأجمعنا كثيرا من السيدات الخبيرات في المجال التجميلي على ضرر هذه المواد، فهي تتكون من مواد كيميائية بحتة كالصوديوم والمغنيسيوم والفوسفات والكحول سلفات وغيرها، وهذه المواد تتلف الخلايا الحية، حيث تترسب داخل الخلايا مما يقلص الحيز الشاغر للماء فتشيخ مبكرا نظرا لقلة الماء فيها. وحذر أطباء وخبراء تجميل من مستحضرات تجميل تباع في الأسواق المحلية تحتوي منتجات تتسبب في الإصابة بأمراض الجلد، موضحين أن هذه الأضرار ناتجة من احتوائها على دهون غير صحية، أو أن طريقة التصنيع خاطئة، مما يؤدي إلى وقوع خلل في نسب مكوناتها. طبعا مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع، كما ذكرت لكم يعني احنا نتكلم عن احصائيات وارقام بان النساء السعوديات والنساء الخليجيات بشكل عام كذلك هم من اكثر المجتمعات صرفا للمال على هذه المستحضرات، مستحضرات التجميل اللي يعني كثير جدا تضرروا منها في الوقت الماضي. ارحب بدايه بالاستاذ سامي الصقر، المدير التنفيذي لسلامه منتجات التجميل بهيئه الغذاء والدواء. حياك الله استاذ سامي. الله يحييك. اهلا وسهلا. حياك الله. وطبعا التحيه كذلك للدكتور محمد الطفيل، مدير اختبارات تحليل الأدوية والأعشاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي. حياك الله دكتور. الله يحييكم، كذلك نرحب بكم ونرحب كذلك بالمشاهدين. حياك الله. بداية أستاذ سامي، يعني اسمح لي أسألك عن دوركم في هيئة الغذاء والدواء فيما يتعلق بمستحضرات التجميل، يعني دوركم يتلخص في إيش؟ هل في الضبطيات؟ هل في عملية دخول المنتج للمملكة؟ لو تعرفنا أكثر على دوركم. يمكن أشرح لك ببساطة أن على مرحلتين دور الهيئة في الرقابة على منتجات التجميل. في المرحلة الأولى اللي هي ما قبل التسويق، من ناحية ترخيص المصانع والمستودعات المحلية اللي ألزم نظام منتجات التجميل الصادر مرسوم الملكي عام 1436، أن ترخص هذه المصانع والمستودعات من الهيئة. الشيء الثاني أن هذه المنتجات تكون مدرجة عندنا في الهيئة في قاعدة بيانات في نظام إلكتروني لإدراج المنتجات التجميل، حتى يكون عندنا قاعدة بيانات متكاملة عن كل منتج، نعرف من المصنع المنتج هذا ومستورديه، بحيث نستطيع أن نتعقب منتج في حال أن وجود خلل في هذه المنتجات. وما شاء الله دكتور محمد، أنا يعني شدني أنه قاعد يجهز الآن المنتجات يبغى يعرضها علينا بكل على الهواء مباشرة، حتى أنه يعني نطلع أكثر. كمل طبعا تجهيزك دكتور محمد، أنت دائما يعني تجيب لنا العينات اللي فعلا دائما أنا نشكرك عليها صراحة، وفي نتائج لها يعني حقيقية ظاهرة يعني من المختبرات، من المختبرات، وتبين يعني احتواء هذه المكونات على مواد سامة، أو سواء معادن سامة أو مكونات كيميائية لها تأثير على خطير على الجلد. جميل. أنا بعود لك دكتور فيما يتعلق بهذه المنتجات. أستاذ سامي، يعني هيئة الغذاء والدواء هل هي الجهة اللي تروح وتراقب على المحلات، تدخل عليهم وتتأكد من وجود مثلا مستحضرات مثل هذه اللي تم الآن التأكد منها مثل ما قال دكتور محمد؟ هي الآن الجزء الثاني والمرحلة الثانية من دور الهيئة في الرقابة على المنتجات هي الرقابة بعد التسويق.
الآن دورنا في المنافذ الجمركية والمنتجات المستوردة الآن أن نشترط عليها شهادات مطابقة من شركات معتمدة من قبل الهيئة، أن تتحقق هذه الشركات المطابقة هذه المنتجات لاشتراطات المواصفات الهيئة قبل استيرادها. جميل. الشيء الثاني، الخطوة الثانية، إحنا المراقبة بعد التسويق من خلال منافذ البيع. إحنا عندنا خطة سنوية نسحب عينات من منافذ البيع عشوائية. نعم. وبعد كذا نصدر بيانات تحذيرية عن أي منتج نجد أنه مخالف، ونتعاون مع الجهات ذات العلاقة من البلدية والتجارة في سحب المنتجات هذه من الأسواق. بيانات تحذيرية. نعم. لكن السحب هل هو من اختصاص الهيئة ولا لا؟ احنا نتعاون مع البلدية والتجارة في سحب المنتجات هذه من الأسواق، وفي نفس الوقت النظام اللي تكلمنا عنه اللي هو قبل التسويق، انه ادراج المنتجات قبل تسويقها، يخولنا ان نعرف المستورد المنتجات هذه او مصنعيها المحليين اذا كانت مصنعه محليا، ونتوصل لهم ونحرز المنتجات الموجوده عندهم. لكن السيطره على منافذ البيع هذه بتكون عن طريق الجهات المعنيه في البلديه والتجاره. جميل. لا لانه انت عارف استاذ سامي، خلينا نكون صريحين مع بعض شوي، بعض الاحيان في نقد كبير جدا واضح بشكل كبير للهيئة، لأنه الناس بعض الأحيان ما يعرفون هذا اختصاص الهيئة ولا الأمانة ولا وزارة التجارة، لأنه حقيقة الجهات كثيرة. هذا جيد، لكل جهة اختصاصها، ولكن دائما في هيئة الغذاء والدواء احنا دائما نقولها، وسبق أني ذكرتها الكثير من الضيوف اللي جونا من الهيئة، أنه أنتم تحتاجون إلى أنكم تكونون أوضح شوي مع الجمهور فيما يتعلق بإيش هو اختصاصنا وإيش اللي مو باختصاصنا، لأنه الناس فعلا إلى الآن مش عارفة. فأنت الآن تقول أنه الضبطيات في عملية منافذ البيع من اختصاص الأمانات ووزارة التجارة. نعم، هي عشان تكتمل منظومة الرقابة على منتجات التجميل. الآن لابد أن تتعاون كل الجهات الرقابية بحيث أنه يكون المنتج الموجود في السوق منتج آمن للمستهلك. الآن احنا في تعاون الآن مع الجمارك كبير في المراحل النهائية، أن يكون في ربط إلكتروني بين الهيئة وبين الجمارك، بحيث ما تدخل أي منتجات غير مدرجة في قاعدة البيانات اللي تكلمنا عنها. جميل. فهذا بيساعد في حد من دخول المنتجات الغير مدرجة المخالفة اللي ما غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي توفر منتج آمن للمستهلك. هذا جزء. الجزئية الثانية اللي هي الرقابة على منافذ البيع، أنا معاك إنها يعني تحتاج جهد كبير، والجهات ذات العلاقة من التجارة والبلدية ما يقصرون معانا في الرقابة على هذه المنافذ. هل أنتم ترسلون لهم يعني الآن؟ أنت ذكرت إنه في قاعدة بيانات جالسة الآن في المراحل النهائية، صح؟ لا لا لا، قاعدة بيانات شغالة لنا الآن سنة ونص، وأدرجنا أكثر من 100,000 منتج مدرجة في قاعدة بيانات. وللجمارك الحق إنها تدخل وتطلع عليها؟ الآن في المراحل النهائية من ربط الجمارك. طب ليش ما يتم الربط مش بس مع الجمارك، يتم الربط مع وزارة التجارة، يتم الربط مع الأمانات، لأنه هم حتى هم أصحاب العلاقة في زيارة المنافذ وكذلك التفتيش عليها، صح ولا لا؟ هو الآن الجمارك هي كمرحلة أولى، إن بحيث إن نحد من دخول المنتجات المستوردة المخالفة. جميل. هذه كمرحلة أولى. جميل. الخطوة الثانية إننا بيكون في تنسيق مع الجمارك مع البلدية والتجارة في الرقابة على منافذ البيع وإيقاع الغرامات والعقوبات على المخالفين. هذه مهمة جدا. راح نتكلم عن العقوبات والمخالفات أكثر طبعا من طرفكم. أنا أعرف إنه يعني أنتم ما لكم علاقة في أي عقوبة من الأمانات أو من وزارة التجارة. دكتور محمد، انت يعني انا اشوف ما شاء الله تبارك الله العينات الان موجوده عبت الطاوله الا شوي. يعني هذه عينات، وهذا طبعا شيء مخيف. ليه؟ لانه الاسعار اكيد انها رخيصه، هذه اكيد في متناول ايدي الجميع. صحيح. هذا واحد، واثنين انها موجوده وممكن يتم استخدامها ويتعرض الشخص او النساء. المشكله الثانيه ان بعض المنتجات تجي وتقول هذا منتج مو بكويس، طيب كتبنا عنه في الجريده، يجي يقول لك صاحب المنتج أو الموزع يقول لا هذا مو بنتاجي، هذا مقلد. طيب من هو المسؤول؟ من يعرف إن هذا مقلد وغير مقلد؟ يعني أنا الحين كنت ظهرنا مركب وجدنا فيه بكتيريا جراثيم، هذا المركب كان للدواء يحافظ على إزالة أو التحكم في العرق. طلعنا هذا في الجريد ونشرناه، وثاني يوم اتصل عليك المورد يقول هذا مو بنتاجي، هذا مو من عندي، هذا مقلد. طيب المشكله انه ما في الصوره نفسها، العلبه نفسها، كل شيء مقلد. من يصدق من هذا؟ من هو المسؤول اللي يشيل المواد المقلده يعني من يضعك في المنتصف، لان انك انت ما تدري هو صادق او كذاب. صراحه ما تقدر انت تشوف من هو اللي المشكله. الان مثل الان في مركبات تملا السوق، مثل هذا المركب الآن مكتوب عليه حنة. هذا المركب حنة. طيب. مكتوب عليه حنة برجندي، حنة، وبعدين الحنة جودة للتصدير، مكتوب عليه جودة الحنة هذا. على الكرتون. إيه على الكرتون. هذه نوعيتها حنة. طيب. هذه حنة. ما فيها حنة أبدا، صفر.
وش اللي فيها؟ فيها مركبات من ضمنها البارافيلين ديامين اللي هو هذا ايش؟ الفيلين ديامين هذا مركب يسود الشعر معروف من زمان وكان يستخدم في الصبغ وفي تلوين الأقمشة وتلوين كذا. شركات التجميل صارت تصدره الآن بشكل انه مركب صبغة للشعر. هذا سبق انه مر عليك هذا مستثمين. هذا المشكلة في هذا ليست كذا تركنا منه، مشكلة انه الفيلين ديامين مسبب الحساسية مهيج للجلد. عندنا العام بنت راحت من الموظفين المستشفى نفسه المختبر راحت للجنادرية وراحت اللي يسوي اللي الان منتشرين الان في السوق تلقاهم الحين تلقاهم راح انا ايش قلت في الجنادرية لان موجودين الان الان يسبون اليدين. البنت هذه قعدت اسبوع ما تجي كلها قبت يدينها من الفيلين ديامين حساسية. ليش احنا نقول؟ عشان كذا نقول اذا استخدمت صبغات الشعر او اشياء تجميلية سووا منها اخبار تيست اختبار هل هو يصلح لك ولا لا. كيف نسوي؟ ناخذ جزء من الصبغه بقدر حجم الظفر ونحطه خلف الكوع او خلف الاذن. خلف الكوع اي خلف الكوع حتى ما يشوه اليد ايه؟ ولا خلف الاذن ونحط لمده ربع ساعه نتركه نغسله بعد ربع ساعه نخليه ايه؟ 24 ساعه 24 ساعه خلال ال 24 ساعه اذا صار فيه احمرار وتحكه وكذا المفروض ما نستخدم الصبغه هذه لانه مهيج للجلد تحت. ليش هنا؟ ليش؟ لانه ما ودنا نشوه اليد. اوكي انا حسيت لانه هذا بيسوي فقاعات ويسوي شيء بالجلد فما ودنا نسوي فقاعات او مشاكل. اذا هذه الان إيه؟ مصنعه هنا ولا جايه؟ لا هذه من برا بس هذه تعرف هذه بالادان رخيصه وتلقاها علبه مليانه. اذا هذه جايه من برا استاذ سامي كيف دخلت المملكه؟ هذا هدفنا احنا الان لما نقول ان نبغى نبني قاعده بيانات الكترونيه ونكون نضيفوها لقاعده البيانات. المشكله هذه الكلمه انا ماني مستحب هذا الكلام الى متى ننهي البناء القاعده؟ الناس ماتت الناس دخلت المستشفى عندنا يجون بشكل يعني عندنا طبيب دكتور نفسه زوجته اخذت منتج قال هذا منتج نباتي الحرمان طق جسمها وجاها احتباس في التنفس وجابوها وعطها إبرة كورتيزون لحقوا عليها يعني ولقينا إنه هذا منتج غير نباتي هذا منتج يحتوي الفيلين ديامين. إذا متى الناس إلى متى هذا الشيء المفروض يحكم فيها بأسبوع بأسبوعين ما تقعد سنين تمشي. هذا المنتج الآن لها 10 سنين 15 سنة موجود في السوق. طيب في ثاني لا دقيقة دكتور محمد راح نسمع منك أكثر بس خليني أرحب بالدكتور نايف الشهران استشاري الجلدية وجراحة الجلد والليزر والحقن التجميلية عبر الهاتف. دكتور نايف مساء الخير. مساء الخير أخوي عزام أمسي عليكم ومسي على المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله دكتور سم. تفضل. أعتذر أنه عدم تواجدي في الاستديو معكم لظرف سابق. ما هي مشكلة لا بالعكس احنا نبغى نكسبك ونبغى نكسب المعلومات اللي انت تملكها. دكتور نايف يعني اسمح لي اسألك سؤال مهم جدا فيما يتعلق بجراحات الجلد والليزر والحقن التجميلية وما الى ذلك. الان يعني احنا من المراكز الاوائل اذا كنا نتكلم عن المجتمع النسائي تحديدا فيما يتعلق باستخدام مستحضرات التجميل والعلاج البشرة وما الى ذلك. هو امر جيد الاهتمام بالنفس هذا امر جيد يعني ان الله جميل يحب الجمال احنا ما احنا ضد الموضوع هذا ولكن كيف ثقافتنا يا دكتور نايف كيف تقيس انت رجل في الميدان ثقافة المجتمع في التعامل مع جراحات التجميل في التعامل مع الامور اللي تتعلق بالجلد. احنا نتكلم عن الصبغات نتكلم عن المكياج نتكلم عن المستحضرات هذه تتعامل يعني الان احنا نسمع قبل اسبوعين دكتور نايف سمعت عن البنت اللي قبل زواجها ب3 أشهر تقريبا اشترت مستحضر من عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي من تاجرة من التاجرات وايش صار في بشرتها صار في حروق من الدرجة الثالثة والثانية فوش تعليقك يا دكتور نايف؟ طيب اولا اود ان اشكركم لطرح الموضوع هذا الهام جدا وارجو ان يكون فيه بعد اوقات مطوله عن هالموضوع لانه نلاحظ في العيادات دائما مشاكل. اذا نبغى ناخذ معلومات بشكل عام الجلد هو اكبر عضو في الانسان والجلد يعتبر العضو هذا يمتص اي مركب يحصل عليه او يوضع عليه. المستحضرات اللي قاعدين نشوفها الآن ومشاكلها نقسمها إلى 3 أجزاء. الجزء الأول مستحضرات غير طبية تسوق في الانستغرام وتويتر ودعايات الواتساب وممكن أن تعطى حتى في برطمانات ليست مخصصة لها برطمانات أكل صح. أو برطمانات صح. حتى ممكن أن تعطى
في درجات حرارة عالية أو تحضر بطريقة خاطئة ولا نعرف وش مكوناتها. هذه المستحضرات غير الطبية ضررها كبير، قد يبدأ من مجرد تحسس تلامسي على نفس طبقات الجلد وينتهي ممكن بالوفاة، وقد حصلت من قبل أن مستحضر تجميلي توفي الفتاة من مستحضر تجميلي يوضع على الجلد فقط. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، مستحضرات تعتبر طبية لكن تعطى عن طريق أطباء من خلف الشاشات، أطباء في الانستغرام والتويتر وحتى في السناب شات، اللي هم أساسا مش أطباء يا دكتور، هو يدعي الطب، يدعي أنه هو طبيب في النهاية. نعم. أنا صراحة أضع عتب كبير عليهم، أضع عتب على زملائي الأطباء الذين يسوقون المستحضرات أو يعطونها من خلف الشاشات ولا يعني المريض له حق أن يراعى. وأهم قاعدة عندنا إحنا كأطباء جلدية التشخيص في العيادة، يعني أشوف المريض أعطيه الشيء المناسب. صح. طبعا المستحضرات الطبية تجي على شكل كريمات، وقد تجي على شكل زيوت للشعر، وقد تجي على شكل بودرة، أو تجي على شكل حبوب لا غير معروفة المصدر. وكما ذكرت لك الضرر قد يمتد أو قد يصل إلى الوفاة، وقد حصلت من قبل يمكن حالة أو حالتين في خلال حياتي الطبية. المشكلة الآن القصص كثيرة، حاولت أني أبحث لكم عن بعض القصص أنه تستضيفونهم، لكن للأسف يعني لضيق الوقت الأشخاص يعني رفضوا أنه مثلا يتواصلوا أو أنه عشان أبلغوا متأخر. المشكلة الآن اللي قاعد نشوفه بشكل أكبر لموضوع المستحضرات اللي تسوق عن طريق المشاهير، مشاهير الانستغرام، مشاهير السناب، الفاشينستات بشكل عام، حتى وإن كان خلطات أنه جزء منها طبي أو تستخدم أو تصدر من مكان موثوق، والناس يأخذوا كلمة الثقة من الشخص هذا المشهور، تنتهي بمشاكل كبيرة. أذكر لك مثال، خلطة سوقت لها أحد المشاهير في السناب من قبل تقريبا 5 أسابيع من الآن. الأسبوعين أنا رجل في الميدان وزملائي في الميدان في سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، لاحظنا ارتفاع رهيب جدا في الأضرار الجانبية من سبب هذه الخلطة وهذا الكريم الذي سوقه. هذه مصيبة بعد، يعني هذه مصيبة دكتور نايف. دكتور نايف بس اسمح لي عشان ضيق الوقت، اسمح لي أسألك الآن، من هي الجهة المسؤولة أو الجهة الأولى؟ لأنه الجهات المسؤولة كثير، يعني إحنا نتكلم عن هذه لازم يكون في شراكة في الموضوع هذا، ولا أساسا شراكة، لكن من هي الجهة الأولى فيما يتعلق بمراقبة هذه المستحضرات ومراقبة هؤلاء التجار وليس الدكاترة؟ هذول ما هم دكاترة، لو إن شاء الله يجيب لي شهادة الطب قدامي هذا مش دكتور، لو دكتور كان فتح عيادة ما راح فتح حساب في سناب شات ولا في إنستغرام. لكن النقطة الآن، من هي الجهة المسؤولة الأولى فيما يتعلق بمراقبة هؤلاء وضبطهم؟ والله يا أخي الكريم، أنا دائما أقول المسؤولية يعني مشتركة ما بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وهم يقوموا بأدوارهم مراقبة الصيدليات وخلافه، لكن التجار هذولا برا بعيدين عن الموضوع عندنا أو تحت السيطرة. فأنا أقول الجهة المسؤولة تكون وزارة الداخلية بجعل تشريعات معينة في التعاملات الإلكترونية عن طريق التسويق أو يعني متابعتها التسويق للمواقع هذه. أنا أتوقع وزارة الداخلية ممكن تكون أكثر جهة ممكن تضبط الموضوع، أو حتى وزارة التجارة دكتور نايف، يعني وزارة التجارة إلى الآن التجارة الإلكترونية ما صار فيها ضوابط كبيرة جدا، خلنا نكون صريحين. بس أخي الكريم، إن التجارة الإلكترونية ممكن أنا أبيع عليك منتج مصرح إنه يدخل السعودية، لكن هذه المنتجات أنا يعني أؤكد لك بنسبة 99% أنها محضرة حتى في أماكن قد تكون قذرة، وأشخاص يبدأونها، خلطة أم فلانة، خلطة أبو فلان، أشياء ليس لها ضوابط التجارة ممكن لا تغطيها. فأنا أشوف أن وزارة الداخلية ممثلة في الخدمات الإلكترونية، متابعة المواقع هذه، والوعي الأول والأخير والمسؤول الأول والأخير بناتنا وأخواتنا. صح، هذه راح نجيها دكتور نايف، هذه راح نجيها وراح نتكلم عنها. نعم. طبعا أنا دكتور نايف اسمح لي بس الوقت لأنه عندي ضيق، فأنا أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا اليوم، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا مرة ثانية. أشكرك يا عزام، وأود بس أوصل رسالة أرجوكم كفاية المشاكل اللي قاعد نشوفها من الخلطات المجهولة أو خلطات الانستغرام والفاشينستا، والله يحفظ الجميع يا رب. اللهم آمين. شكرا يا دكتور نايف، الله يعطيك العافية. مشاهدينا طبعا معنا برضو عبر الهاتف دكتورة زهرة المعبي، المستشارة النفسية والأسرية. حياك الله دكتورة زهرة.
يا هلا مرحبا دكتورة زهرة. يعني لأنه الوقت عندي ضيق خلينا ندخل في الموضوع على طول. أنا سؤالي مهم جدا فيما يتعلق بالمشاكل النفسية. خلنا نكون صريحين شوي. يعني تسمعيني؟ المشاكل النفسية، لأنه بعض الأحيان تجدين أنه الفتاة تذهب لعمل عملية تجميلية في أي عضو، في الخشم، في العين، في أي مكان، وبعد أسبوعين ثلاثة تناظر نفسها في المراية تنبسط، بعدين تروح مرة ثانية ترجع للعيادة وتسوي عملية ثانية، وهكذا إلى أن تتحول إلى مسخ. خلنا نكون صريحين، وتصبح العملية إدمان. هذه لها علاقة في المشاكل النفسية ولا لا يا دكتورة؟ أكيد أكيد. ايش التشخيص لمثل هذه الحالات؟ تفضلي. هو عند هي صرعه اصابت يعني للاسف الشديد الكثير من بناتنا ومن جميع ومن السيدات. موجه جاتنا انه فعلا يعني كل واحده تتمنى انها تكون زي الممثله الفلانيه او الفنانه الفلانيه. ايوه. فاصبحوا يعني حتى ياخذوا شكل الوحده ويروحوا للدكاتره اللي هم التجميلين، ابغى اخش من زي هذا، ابغى اخدي زي هذا، ابغى تعمل لي غمازه. حتى غمازات يعني الحين صاروا يخربوا الخد بالغمازه يعني بهذا الشكل. ابغى تقولوا ختم الحسن اللي ما اعرف، اكيد يعني هي ثقافات في الخد اللي هي في الخد اللي هذا، ومثلا رفع الخدود، ازاله بعض التجاعيد اللي في الرقبه، غير المكياج اللي الان صاير يعني كذلك على مدار الساعه. هو في مكياج ثابت اللي هو الحواجب ولا توريد الشفايف، الان طالع موضه غير عاديه. هذه مشكله يعني ما تشوفوا اي احد، كلهم صاروا شكل واحد وحتى والله ما تعرفهم لانه صاروا يعني صوره تبقى الاصل، يعني طبع نسخه صار زي عباره السوشيال ميديا هذه النسخه الاصل للاسف الشديد. وهذا يدل على انه كل وحده تبغى تكون جميله، اعتبروا انه هذا نوع من انواع الجمال. الجمال جمال الروح يا ناس، والله العظيم. حتى السيدات اللي كبروا، مثلا في سيدات من سني من جيلي بيروحوا بيعملوا بعض العمليات التجميليه على اساس انهم يعني هم يكون اكثر رونق، اكثر شباب واكثر جمال، لكن الروح هي تقدر هي تغير في روحها؟ ما تقدر. جميل، انا اشكرك دكتوره زهره على المشاركه، يعطيك العافيه وشكرا جزيلا على مشاركتك. دكتوره محمد، انا يعني عوده لك نقطه مهمه جدا انا بس ابي اسالك فيها، لانه انا اعرف انه عيناتك هذه انا متاكد تماما انها مرت في المختبر وعرف اللي في داخلها. انت كنت بتعرض لنا عينه ثانيه بس بتعرض كنت بقول لك هذا المركب إيه؟ يقول لك يعطي لون بالتدريج الى لون اسود. هذا المكون اللي فيه اسود بمعنى يتحول الى اللون الاسود. أيه؟ من رصاصي الى اسود. المشكله هذا يحتوي على رصاص، نسبه عاليه جدا من الرصاص. رصاص صبغه، هذا صبغه 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 صبغه. أيه؟ تتحول من لون، حتى فيه 6 الوان، تتحول من لون التدريجيه الى ان تعطي اللون الاسود. أيوه؟ المشكله هذه تحليلها يبين انها تحتوي على نسبه عاليه جدا من الرصاص، تحتوي على 3000 نسبة من اللي هو. طب وإيش يسوي 3000؟ أنا النسبة العالية هي المفروض ما تزيد عن 1000. طب إيش يسوي 3000؟ هذه نسبة الرصاص العالية هذه. أيوة. هذه طبعا الرصاص مركب سام من المعادن. أيوة. السامة. أيوة. يدخل في العظام فيحل محل العظام، محل الكالسيوم، فيسبب هشاشة العظام. هذا لا سمح الله إذا أخذته امرأة حامل قد يسبب يروح للجنين عن طريق الدم أو عن طريق المرأة المرضع، فهذا برضو يسبب تأثير إعاقة أو تأثيرات خطيرة على 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 الجنين، وعلى الجنين وعلى الجهاز وعلى الكبد وعلى الجهاز العصبي. يعني الرصاص معروف من المواد السامة جدا. هذا مركب، هذه مركبات طبعا فيها رصاص كمان. طبعا معروف الرصاص ليش يوضع مع 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 مواد اللي الصبغية عشان يثبت اللون، يعني بدل ما يصير تمبرري مؤقت يعطيه الوقت انه اطول، يصير بيرمننت. المشكله بعض الكريمات هذه اللي يقال تبيض. ايه؟ طبعا تحتوي على نسبه عاليه جدا من الزئبق. الزئبق وهذا مبيض الجلد ولكن يتلف الكلى. يس. ويعطي فعلا، هو يتفاعل مع الميلانين الماده الملونه في جسم الانسان يحولها لون ابيض، ولكن بعد فتره طبعا هو يتلف. طبعا ما يتلف مره واحده ولا حتى هذا الرصاص ولا يتلف، ولكن الاستمرار المتتالي والمتتابع هذا يحصل تراكم للمواد السامه في جسم الانسان. مثلا هذه انت اخذت طفلك ولا المراه اخذت طفلها
وشافت حتى صفص عليها صورة أطفال. طيب صورة هذا أطفال. هذا هذا يقول هذا لعبة للأطفال. هي مين لعبة؟ هي فيها مواد كريم وفيها للبنت أم 7 سنين 8 سنين تقلد أمها، فيها مكياج فيها بودرة. هذه وش فيها؟ إيش لقيت؟ هذه لقينا فيها مواد تحتوي على رصاص وكادميوم وزرنيخ. هذه قيمتها لا يزيد عن 20 ريال، يعني زي اللعبه تشتريها وترضيها للطفل. هذه الان انت اللي من الاسواق. المشكله الاسعار يا دكتور محمد، الاسعار رخيصه في متناول الجميع. بس اسمح لي الان انا بسالك سؤال. بعطيك سؤال، شوف يلا هذي. شوف هذه، شوف هذه الان، هذه كحل. شوف بس، شوف كيف تقله تقله. هذا مليء جدا الكحل، هذا 95% من تركيب ورصاص ينحط، والكحل في العين يتلف العين. الآن تجد مشاكل في العين، لا سمح الله احمرار، تهيج في العين، قد لا سمح الله في واحدة استخدمت القرمز غير هذا لونه زي القرمز وفقدت عينه. طب دكتور من وين تحصلتوا على العينات هذه؟ من السوق تباع. رحت السوق؟ إيه بالسوق. ما رحنا، هذه تروح يجيبوها لنا مرضى تأثرت عيونهم. هذه كلها جاتنا عن طريق المرضى، احنا ما نروح للسوق ولا نفحص. ليس احنا جهة. صح، انتم ما انتم جهة تفتيش. صح، تنفيذية. بالعكس انتم المجهود اللي قاعدين تسوونه فقط الجهة، يعني هذه احنا تركينها للوزارات اخرى ومنشآت حكومية. مين المسؤول؟ لحظة دكتور، اتمنى ان الدكتور يعني تعاونوا مع الهيئة في ابلاغنا بالمنتجات هذه. هذه اغلبها كنت اعطينا وزارة التجارة، وكان وزارة التجارة الحين خلنا شوي عن وزارة التجارة، راح نتكلم عن وزارة التجارة، بس ليش ما تعطونها للهيئة بحيث انه يعني هذا الحين احنا نتأكد اول شيء اننا فعلا اننا مخالفة ومهم مطابقة، ثاني شيء نتخذ الاجراء ونتعاون مع الجهات المعنية مع من التجارة. نبغى شراكة بينكم. اي هذا الشراكة واجب. ايوه نبغى شراكة. لا ليش نبغى دكتور دقيقة، نبغى من بكرة ترى احنا مو بس يوم عمل، بكرة من بكره تبدا الشراكه. حتى الشراكه ما مو جهات ذات العلاقه فقط، احنا حتى المستهلك احنا نحتاج ان نتعاون معنا. نتكلم عن المستهلك الان دكتور محمد، من هي الجهه الاولى؟ هل هي وزاره التجاره في ضبط الاماكن البيع ولا الامانات ولا هيئه؟ ما انت وش رايك؟ والله احنا قبل اسبوع كنا في الاقتصاديه. طيب، وكان واخذ من الدكاتره جزاه الله خير، قال يعني هذه مثل دم انسان ضاع بين قبائل. ايوه، هل هو تبع قبيله فلان تبع قبيله فلان؟ فدم ضاع. فهل هو وزاره التجاره؟ هل هو هيئه الغذاء والدواء؟ هل هو البلديات؟ هل هو وزاره الزراعه والبيئه؟ هل اذا المساله احنا قعدنا حوالي 9 سنين. تسع سنوات في لجنه كونت لضبط الأعشاب والخلطات العشبية، لم نظهر بأي نتيجة. ليش؟ لأن ما فيه جهة رقابية معينة تحمي المواطن من الناس. إذا لم نكن فيه جهة واحدة مسؤولة تحاسب اللي يخطي، يعني الآن في خلطات، هذه زي ما قلنا هذه خلطات شركات، وأغلبها زي ما قال الدكتور أغلبها ترى جاية عن يوم تجار الشنطة، ولا يدخلت بطريقة ما بدون ما تمر على الرقابة. طيب أنا بقول لك قصة حصلت قبل 3 سنين، واحد جاي من دولة خليجية مسك سيارته وقالوا أنت الحين دخل مواد عندك لازم تسوي لها تحليل. فقالوا له رحلة المستشفى التخصصي تسوي تحليل، وخذوا منه مبلغ وقال خلاص. الرجل هذا طبعا حجزوا عندهم هذه بالجمرك، عاد كيف أقول لك إن هذه الأشياء كلها حجزوا عندهم. يوم وصل درم فيها تحليل تنازل عن، قال عطني قروش اللي انتم بتاخذونها مني على اساس احلل لكم، لان احنا نحلل بمبلغ. يعني احنا ما نحلل لازم مقابل المواد الكيماويه والاجهزه اللي عندنا، لازم ناخذ مقابل من الناس على التحاليل. المهم قلت انا ما اقدر اعطيك شيء، انت جتنا عن طريق هذه الهيئه او الوزاره او شيء، فرحت لمهم اخذت واحد من اللي جاب لي العين، قلت رحت وياه إذا رضت الوزارة إنه يأخذ فلوسه وإنه يرمون الأشياء اللي حجزت في الجمرك فأنا ماني مسؤول فعلا. فرضا قال أنا ماني محلل ولا بي شيء، ولا الأشياء اللي حجزت ما أبغاها ورموها بالشارع. أنا داري إنه جايب مصائب. إيه نعم. المسألة هي القصة من هذه. ليش أنا جبت أضربت القصة هذه؟ القصة هذه البلد مليئة بالتجار الشنطة.
هذه بعد أول هذه مصيبة أو عن طريق النت. الأطفال هذه محزنة صراحة. والآن جينا للنت يعني صعبت عن النت. صارت أصعب. طيب هذه المفروض تحجز. طيب. المشروع لازم يصير. احنا قعدنا 7 سنين قلت او 9 سنين وحنا بهاب اللجان ولجان واجتماعات ومجتمعات ظهرنا انه لازم يصير جهه عقابيه. جهه عقابيه مثلا واحد نورد الان الوزاره وزاره الصحه بدات تعاقب مثلا هذا الشخص اللي يكوي الناس الان عوقب قبل يومين في الجريده. هذا الشيء الان المعاقبه هي جزء فعال جدا. خلنا نتكلم عن العقوبات. أيه نعم. والأنظمة اللي عند هيئة الغذاء والدواء. سامي وش العقوبات اللي تقع على الشخص في حال أنه صارت الضبطية من طرفكم أنتم يعني؟ الآن حسب نظام منتجات التجميل الآن العقوبة تصل إلى حد أقصى 5 مليون ريال. 5 مليون ريال حد أقصى مليون. أدنى كم؟ تعتمد على نوع المخالفة. في على تداول منتج غير آمن تصل إلى 50,000 ريال كحد أدنى. واللجنة جميل. تحدد هي العقوبة على حسب ما أنا سألت لأنه الأرقام بعض الأحيان تكون ما هي منطقية. 150 ريال و200 ريال هذه. طيب هذه العقوبات وهذه هذه العقوبات أحد العقوبات تصل إلى السجن بس طبعا عن طريق هيئة التحقيق نرفع الهيئة ترفع لنا القضية لهيئة التحقيق والدعاية العام. إذا ثبتت المخالفة تصدر عقوبة عن طريق المحكمة بسجن المخالف. إذا وصلت في بعض الحالات اللي فيها أضرار جانبية على المستهلكين. طيب كيف يعرف الشخص إذا هو الآن يبلغ إذا نتكلم عن المستهلكين سواء كان مواطن أو مقيم مواطنة أو مقيمة كيف يعرف الشخص هل هو يكلم هيئة الغذاء والدواء ولا يكلم وزارة التجارة ولا يكلم الأمانات على مستحضر مغشوش كيف؟ هل هو إذا كان في مركز البيع يكون مجتبع هيئة الغذاء والدواء إذا كان في المكان الفلاني؟ لا لا هو وين أينما وجد المستحضر هو يبلغ الهيئة. إحنا دورنا جميل. الآن نسق مع الجهات المعنية. جميل يعني هو يبلغكم وانتم عاد احنا نتخذ اجراء احنا نروح المنفذ البيع ناخذ عينات ونتاكد ونحرز الكميات الموجوده ونتعقب المنتج مورد المنتج هذا للمنفذ البيع. طب كيف يوصلوا لكم الناس؟ لازم نعرف كيف. عندنا مركز الاتصال الموحد 149 هذا 149 اي نعم حطوا لنا اياه على الشاشه يا شباب 149 هذا مركز الاتصال الموحد. الاتصال الموحد 149. طيب هذا 149 وش بعد؟ عن طريق الإيميل البريد الإلكتروني لإدارة التجميل إحنا نستقبل بلاغات واستفسارات عن منتجات التجميل بشكل عام. جميل. وكثير حتى الاستفسارات. حتى الاستفسارات أنا بعض الناس يبغى يتأكد هل المنتج هذا مدرج ولا لا عندنا في الهيئة وهي أصلاً قاعدة بيانات إحنا ناشرين على موقع الهيئة الإلكترونية بإمكان الناس إنه يدخلون على موقع الهيئة ويتأكد إن هذا المنتج مدرج أو لا. طيب وما عندكم تطبيق ذكي؟ التطبيقات الذكية لا لا موجود ويقدر يبلغ من خلال الشخص. موجود جميل. اسمه هيئة الغذاء والدواء. هذا برضو تطبيق ذكي مشاهدينا لو تبحثون عنه في سوق الأندرويد أو حتى الأبل ستور تلقونه موجود إن شاء الله. هذه طرق التواصل معكم. كيفية التعامل مع احنا تكلمنا عن السناب شات والإنستغرام مع الدكتور نايف وكان في مثال حي للعروسة نقدر نسميها يعني بنت كانت راح تتزوج بعد 3 شهور وراحت وشافت التاجرة الفلانية تبيع على الموقع الفلاني وراحت واخذت منها وصار في حروق وما إلى ذلك الله يشفيها. هذه من اللي يتعامل مع هذه القضية؟ طيب. كانت على موقع التواصل الاجتماعي. الآن في مواقع التواصل إحنا في متابعة المنتجات بعد التسويق نسحب عينات من مواقع اللي تباع في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي. طيب. وكمعلومة يعني أحب أكد أن 50% من المنتجات اللي سحبناها من مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات اللي تبيع منتجات تجميل في وسائل التواصل الاجتماعي 50% كانت منتجات مخالفة. 50% ساتر يعني النص هذا طبعا نتكلم هذا ممكن حتى اكثر من النص. طيب المشكله الان هو في تعقب هالناس اللي يبيعون هالمنتجات المخالفه. احنا الان بدورنا الحين الموضوع هذا لوزاره الداخليه لانها تتابع الموضوع هذا ان تتعقب الناس اللي يبيعونه عن طريق وزاره التواصل الاجتماعي. الشيء الثاني الان وزاره التجاره عندها الان خدمه صراحه ممتازه جدا هي خدمه توثيق حسابات اللي وسائل التواصل الاجتماعي اللي تبيع منتجات او سلع بغض النظر منتجات تجميليه او بشكل عام. اوكي. فهي توثق هذه الحسابات وخدمه معروف. فهي الشخص اللي يبيع الان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بياناته موجوده عند وزاره التجاره واذا كان في اي مشكله نستطيع ان نتوصل له. هذه جيده. طيب الان هل يستطيع الشخص المستهلك انه يبلغكم على موقع تواصل اجتماعي حساب على موقع التواصل الاجتماعي مثلا حساب في تويتر ولا في سناب شات هل يستطيع انه يدق عليكم على 149 ويقول لكم الحساب هذا هو هذا اليوزر نيم تعقبوه ولا البلاغ يكون مش فعال بهذا لا 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 بالعكس احنا نتعامل مع اذا فعلا ان قاعد الحساب هذا يبيع منتجات مخالفه وانه فيها سبب ضرر لا هو يبيع منتجات يعني قال لكم تاكدوا
يعني إبراء للذمة، دق عليكم في 1-4 ساعات وقال لكم سلام عليكم، هذا اليوزر يبيع مستحضرات تجميل وبصراحة أسعاره غريبة. ممتاز. وأسعاره فيها ريبة، يعني الأسعار غريبة عجيبة، الماركة شيء والسعر مخالف تماما، قليل جدا. فأنا شاك بصراحة، ممكن تبحثون في الموضوع. إيه أكيد أكيد. نحن إذا كان في شك في منفذ بيعه أحد اللي يسوقون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد نحن نتجاوب مع البلاغات مثلا من مثل هالنوع. لكن إذا ثبت أن هذا وسيلة التواصل الاجتماعي أنه مخالف، احنا نحين الموضوع بعد ذلك لوزارة الداخلية اللي هي تتولى الموضوع. هذه جميل، هذه نشكركم عليها، لانه مواقع التواصل الاجتماعي الان اصبحوا يعني بشكل كبير جدا وباسعار غريبة، اسعار غير مقنعة بصراحة. طبعا انا ما اتكلم عن مستحضرات التجميل، اتكلم عن كل شيء، الاسعار غريبة عجيبة، يعني الشيء اللي سعره 1000 السوق يبيعونه ب 150 ريال، ما ادري كيف. هذه يعني نقطة. دكتور محمد، خلنا نتكلم شوي على الوعي والثقافة. دقيقة، انا بقول عند ضعف الحين هالاشياء هذه رح عن الأسواق، محلات العطارة، ترى ما هي المسألة الحين، المشكلة فوق، يعني الآن الأسواق مغرقة، يعني في 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 فائض بالأسواق، شيء غريب يعني ما لها داعي، قدام العيون الواحد يشوف. يعني هذه مثلا الخلطة، طب الصبغات هذه موجودة في السوق، ليش تباع وتباع على أن حنا وهم حنا، وتسبب هذه زي ما قلت حرقان، هاي قد تسبب حرقان زي ما قلت، البنت اللي حرقت يدينا وتنفخت يدينا وصار من هذا، والآن موجودة في السوق، ما تبي تواصل اجتماعي ولا تبي شيء. هذا الكحل الآن أبو ريال وريالين، هذا شوف كحل مليانة، قيمة القارورة لو تشتري قارورة فاضية تلقاها بريال، فما بالك إذا عبيت. الآن تشوف الآن سوق، أنا يعني وخاصة إذا جيت الأسواق الحرام وعند أسواق المدينة، أغلب هذه يأخذها الحجاج والمعتمرين ويأخذونها هدايا. أنا أعرف واحد يقول أنا أجي أشري أشياء من عندكم من هنا، ما هي موجودة في بلدهم، موجودة عندنا في السوق. يعني هذا مثلا صبغة شعر بطاووس بخمسة ريال، 99%، بعدين هذه الأشياء في أوروبا لا المفروض ما يزيد عن 4%، الفلين دا يمين المفروض ما يزيد من تركيزه 4% في, 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 في الخلطة، الآن تجد 70% 80% فلين ديامين، المادة هذه اللي تحرق، المادة اللي تسبب حساسية، المادة إذن الآن موجود في السوق. أطلع أنا وياك تشوف السوق مليان من الأشياء هذه، ما تبي يعني هي ما تبي عصا ولا تبي شيء، ليش تباع هذه الآن بالسوق تباع؟ طبعا يعني حنا دكتور الآن لما تشوف هذا المنتج في السوق ما راح تقول إنه مخالف إلا بعد التحليل، فهذه عملية إن تعقب منتجات وتحليلها وتأكد من سلامتها، هذه عملية مكلفة. لا لا لا، أنا أطلعها لك النتيجة، أطلع لك النتيجة إنه زين ولا مو زين خلال خمسة أيام المفروض، يعني خمسة أيام جبت لي العينة هذه أحللها لك خلال خمسة أيام، أسبوع أكثر شيء، وأعطيك نتيجتها إنها صالحة وغير صالحة. طيب بعد خمسة أيام هل بعد تروح تقعد خمسة شهور وتشيلها من السوق؟ لا، المفروض تأخذ برضو خمسة أيام وتشيلها من السوق وتشوف منه المورد. في قصة حصلت، طيب عشاب لقيناها اسمها سوبر منجور رقم 2، هذا الرجال بدون ذكر اسماء دكتور. لا لا، سوبر منجور معروف، هذه الرجال طيب يبيعها، ولقينا الرجال عنده أكثر من 1,000,000 عبوة منها. الرجال هذا مختفي وارسل لي خطاب يستهزئ فيني، وانك انت ما تفهم وان كذا، قلت انا ما مو انا اللي هذا الاجهزه اللي تطلعها، مو انا ما لي دخل. إيه صح، انا ما لي دخل. المهم هذا الخلطه كانت موجود فيها فينايل بوتازون، فينايل بوتازون لعلاج الروماتيزم وممنوع من اكثر من 30 سنة، وسبب انهبيشن او تثبيط للبون مارو، نخاع العظم، يعني له تاثير ضار. المشكله هذه اول ما جت تتباع ب 5 ريال، وصلت الى 400 ريال. ليش؟ لان من اخذها قام يركض، الروماتيزم قام يركض، والفينال بتازون خطير جدا. ليش؟ المهم جت الخلطة ودوروا عليه، دور حصلهم مدخل هذه حوالي أكثر من 1,000,000 عبوة عنده بلقبه ومتمسكوه. المهم وبعد 6 شهور طلعت وزارة الصحة إن التخصصي تحليله مضبوط وأنه لازم يعاقب الرجل. اذا هذه الاشياء لازم ماذا؟ طب الحين دكتور تمنع من السوق، اسمح لي بس انه ما عندي تمنع من السوق. طيب انا ما عندي الا دقيقه الان، انا تمنع مو بتقعد طيب 6 شهور 6 سنين. طيب تمنع. طيب دكتور محمد، انا ابغاك تعطيني في 30 ثانيه الحلول اللي المفترض انها تصير حتى نتوقف
أو حتى يتوقف تجار الشنطة عن بيعها مثل هذه المستحضرات خاصة حق الأطفال؟ أول شيء أول حلول إن تثقيف المواطنين ما يشترون أي شيء. هل عند المواطنين ثقافة برضو؟ ها؟ هل عند المواطنين ثقافة فيما يتعلق؟ إيه نعم، حنا نطلع في التلفزيون وفي الجرائد. لا مش أنتوا، مش أنا أتكلم عن المستهلك. جريدة يوم الأحد الماضي. أنا ما أتكلم عنك. تكلمنا عن مخلطات الأعشاب. دكتور محمد أنا ما أتكلم عنك، أنا أتكلم هل لدى النساء والرجال في مجتمعنا الثقافة في أنه يتوقف ويسأل نفسه ويقول مش معقولة هذه بعشرين ولا بثلاثين؟ ها موجودة ولا لا يا دكتور؟ لا هذه تقريبا ما هي موجودة، لأنه إحنا نتكلم إنه الجهات حقيقة طيب. كثرة الجهات مشكلة، بس برضو الثقافة. أنت قلتي تسألني كيف نتوقف هذه على عجالة، بس عندي دقيقة على عجالة. هذا المفروض، هذا المفروض يعني هذه الأشياء اللي تجي الآن مليان منها محلات العطارة. وإذا جيت محلات العطارة أكثر من محلات الخبز وأكثر من ميم، ليش؟ لأن فيها فلوس، فهذه المفروض لا تباع. محلات العطارة إذا فسح للرجال إنه محل عطارة ممنوع يبيع أي شيء مواد تجميل، محل عطارة محل عطارة. المشكلة الحين محلات العطارة تبيع حبوب للتخسيس، تبيع حبوب للتسمين، محلات العطارة تبيع كريمات، دهونات للتفتيح البشرة. محلات العطارة، محلات العطارة صيدليات ومراكز طبية متروكة للأجانب. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع في حلقات قادمة. دكتور محمد أنا أشكرك شكر الجزيل، أنت يعني من أنا أعرف أنك أنت غيور وأنا أعرف أنك تتكلم بحرقة، فإحنا نشكرك على حضورك ونشكرك على العينات اللي قدمت لنا ومكاشفتك ومصارحتك كذلك. سامي الشكر الجزيل لك ويعطيك العافية، ونبغى منكم أكثر، وكذلك كثرة الجهات تراها مشكلة.